خرجوا طلاب كلية إمام الأعظم في المظاهرة، وكانت مظاهرتنا سلمية، تعرض إلينا الجيش في بداية الأمر لتعدي على أحد طلبتنا الأعزاء من كلية إمام الأعظم بعدم المظاهرة عندما هتفوا بأصواتهم العالية. هذا أمر. والأمر الثاني الذي فوجئنا به أن الجيش قد منع وأغلقوا أبواب الجامعة كلها، ومنعوا الطلبة من الخروج لتضمن إلينا برفع أصواتهم الكريمة العظيمة، وقاموا باعتداء علي بضربي، ولكن قام الطلاب الأعزاء بدفع الجيش وأخذ الطالب منه. أخي، تجاوزات لها أول وليس لها آخر، ولكن نقول ما معنى وجود جيش عسكري مسلح مجهز لحرب لحدود خارجية؟ ما معنى وجوده في المدن بين بين الأزقة، بين المحلات، بين الفروع؟ يعني ماذا نقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل على من تستر على هذه الجريمة. من يعيد إلى هذه المدينة كرامتها وعزتها وشرفها بعد انتهاك أعراضنا؟ نريد محاكمة هذا الظالم وأمثاله، وعلى الملأ وبين الناس وفي موقع الجريمة. خرجت كلية الإمام الأعظم لتعبر للعالم أجمع أن الذي فعله هذا الصعلوك إنما هو يعبر عن قلة غيرة هذا الشخص. توعدهم الله بهذا الوعيد، ونحن نتوعد، أبناء الموصل يتوعدون كل من يمس عرض الموصل ويلمس بعرض المرأة المسلمة الموصلية بأن له عذابا أليما في الدنيا والآخرة. وطلبة الإمام الأعظم ومشايخها وأئمة وخطباء الموصل نار تتقد في هذا اليوم بسبب ما تعرضت له البنت الموصلية من اغتصاب. نحن يعني نقول لمن يعني يدعي بأنه إنما يعني وجوده من أجل الدفاع عن المواطنين، من أجل حماية عرضهم وأموالهم، وإذا كانوا صادقين في ذلك فليثبتوا بأن يحاكموا ويعاقبوا من اعتدى على هذه الفتاة البريئة.